أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في المؤلفة قلوبهم المسلمين لإصلاح ذات البين وكف شر المسلم عن غيره؟ إذا تنازع المسلمون أو حصل بينهم قتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، تدخل واحد وكف شر بعضهم عن بعض وتحمل مال، نعم هذا من الغارمين. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال يقول: سلمك الله، هل يدخل في قوله تعالى، هل يدخل في المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم أي المسلمون لإصلاح ذات البين وكف شر المسلم عن غيره؟ كيف المؤلفة؟ هذا ما يصير مؤلفة، هذا من الإصلاح، هذا من الإصلاح، ويكون من الغارم لغيره. نعم ما يعتمد للتأليف إلا إذا كان مسلم ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، أو توه مسلم ويعطى لتقوى إيمانه. نعم.